أنا ما جي نشرب. لا يا سيد الرئيس، هذاك الشيء يقدر يحتفظ به براسه. راعت الكلمة الأستاذ دعلة وحسن الرئيس شوية تفضل يا أستاذ. 150 مليون ولكن السقة في فرص 140 مليون. ونوصل الشنكة بلدية يطفو طاشر وقايبنا قايكاع. حبيبة تمشي بلدية؟ بلدية. واه بلدية يتقي المال. ثم فيني غيجو مركز المغرب والنيت تقي في الجمعية والنيت تصفية الكلى والدم والنيت واحد. المشروع هذا يجمو اندمج ولا يبقى يجمو؟ ليس ثلاثة المشاريع. شي الفكره المشروع حنا شنو غنغوم زواه هو انكم تفكا من شغل ديال المشروعات من السرطان وصافي. الا ان نبي ندير نتهز نتصادم شنو الحوايج غنحققوا غادي ندير نخدم بان ما مش غندير المركز يقساح نشتغل تغيير غادي الرئيس مجلس البلد انا حد ديال المركز ولكن صدمك امر الواقع هو قراش وبلي جي خصهاش الموافقه زيد على سد ومن هي تطرح غاسب العامل قال راسي من خصها تدير من خصها تدير تتوقع يستنى ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى المجهودات كاع نروح غرقصا ما نلقى المؤسسه لالا سلمان قيمة المسؤولين من شهر حاصل الامور دوك شينا انا مركز تشخيص السرطان دا يستن بيا طميطه وحدس دوك شينا انا مركز معالجه السرطان هو غيتبنى الشركه بلديه غيتبنى دوك شينا انا مشى للمغرب قال لي سالي المشروع نتيزا مشروع اخويا في السوالة هو مركز علاج السرطان لي نور نقيت لك مرة خو 70 مليون لان ملي نيت حوايج جلا كاف ثم غاسي جن السمك يقدر الطاس انا ميت موسى اطاشر لي انت وكيس نتفق شيخ ملايا ثم رخثو نقى باش اسنان كل عام ان شاء الله انا سنتك شوية الميزانية ديال المشروع اغاكي خلي انا الزرعات انا نوجد الحمد لله نهار غنشري ممثلي الامة قرب البرلمان خلينا نزار وزير الصحة ما يسوني غيرين خلي سن جهودات نمشي للنواب يتجاهل المرض ديال الاقليم انا حنا الزرع ماشي بلاوي الاليات اللي يغرال يتجاهل خذ هاد الزوار بين هي قليلتي ثم ننتقل للمرحلة المغربية ان شاء الله. حاملة مشروع البلدي. أنا ماشي نفهم هو. بلدي. أما مشروع التشخيص إني وحدس. والعلاج. ذايس إن شاء الله بلاطريا ميطاج. شو ولكن نروح مرحلة مرحلة، خو نروح مرحلة 140 مليون زدت في السقة، ثم ذايس المرحلة هي 70 مليون قناعة تغيبي. يمكن تبقى في 2017 إن شاء الله بلد وإن شاء الله فائض يخشى الحاج يمكن غاسلها إن شاء الله بركة. ألا تكمل البناء إن شاء الله.